أذن نحييكم بأجمل تحية أيها الحب الكريم أيها المتابعون. أتوصل بأشواطنا من هذا الميدان الشوط السابع الذي تم إعلان إطلاقته بعون من الله وتوفيقه. نتقدم بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الميدان ميدان السمحة، لهم الشكر والتقدير على حسن المتابعة. شوطنا السارة منذ غليل حملة في طرف كار لسن الحجاج، دعوني أسير مع الحذرة أو هناك من تحمل الرقم 2 العزوم، يتابع محمد بن عبد الله بن عيف العامري، النقلة التالية هي للحذرة يتابع سعيد بن محمد بن الكتبي على المستوى الثاني، والمركز الثالث أعود مباشرة إلى جمهره الذي واصل يتقدم بمتابعته. هناك سالم بن سعيد أبو لاحج الرميثي، هل ترى هي تحمل الرقم 10؟ نعم، نقلة إلى المستوى الرابع بالمسار الأجمل مراسيل عبد الله بن أحمد بالعود الرميذي، هذا الشعار تابعنا بنغطين عبر هذه الأثارة الأجمل، نتمنى له المزيد. نعود إلى المستوى الرابع والأسماء الذي واصل نحو هذا الإبداع الجميل، بناخذ مركزنا الرابع الذي واصل يتقدم بقيادة محمد بن علي الشدي المنصوري، والمركز الخامس لنا عودة بالمسار الذي يأتي بكل الانتصار، وصلنا بقيادة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، بينما المركز السادس عود إلى غازية يتقدم بمتابعته عيسى بن الدهيمي الخيلي. هذه الأسماء الذي تشارك النداء حتى هذه اللحظات، هذه الشعارات الذي تشارك الانتصار، وين وصلنا؟ العودة إلى شعار أبو لاحج الرميذي الذي يقود الصدارة مبكرة، ما شاء الله يقود هناك هجر على الصدارة، يهاجر إلى بداية الشوط. إذا سالم بن سعيد أبو لاحج الذي يقود الصدارة، الشعار متعبه الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه، يا هل ترى النقطة الثانية على التوالي، نسير إلى المستوى الثاني، العودة إلى غنايم الذي واصله محمد بن علي الشدي المنصوري، والمركز الثالث الحذرة بانطلاق الأجمل، هناك سعيد بن محمد بن غميل البسعيد الاكتبي، والمركز الرابع من الجانب الآخر وصول هناك السلام الذي قادمه عبد الله بن حبن حميد بن حارب المهيري، ولكن بعود يا أخواننا العودة إلى الدائرة النداء، العودة إلى الحوار الثنائي، العودة إلى صراع البداية، والله الخطير الغاية، الخطر وارد ولكن التسلل مسموح للغاية، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، روحنا من الكيلو، بدينا بالاتجاه، غنايم يشد غنايم، دير بالك وتابع الغنايم الذي تسيطر إلى الصدارة بقيادة محمد بن علي بن شدي المنصور، يقود غنايم إلى الصدارة. المركز الثاني هناك هجر سالم بن سعيد أبو لاحج الرميذي، عاطني المركز الثالث هو نداء العزوم الذي قدمه، يتقدم هناك عبد الله بن محمد بن عيف العامري على المستوى الثالث، على المستوى الثاني، على المستوى الخطير الاجمل. اذا الحوار يبدو لثلاثي، الصراع ثلاثي، ولكن وين يا الشدي؟ دير بالك يا الشدي، شد حيلك، وصل بن عيف، الامور يبدو لي بالتحرك الاخير، الخطر وارد من كل حذب وصوب، الاتجاه الى وين؟ الى العاصمه ابو ظبي، إلى ميدان الوذبة، ميدان الوذبة، الله الله الله، شد الحيل، ولكن عطري هناك الصواب الذي قادمه عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، ولكن عود ابنه إلى الصدارة، ما شاء الله تبارك الرحمن، روحت غنايم، روحت غنايم، أسمن على مسمى، والله أنها غنايم، بالفعل أنها غنايم، مشكور يا متتابع، هذا الأداء الأجمل، مشكور يا متتابع، محمد بن علي بن شدي المنصوري، سلام، سلام للعاصمة أبو ظبي، سلام، سلام لميدان الوذب، سلام. تهانينا لحظة وصول غنايم إلى خط نهاية، تهانينا لمحمد بن علي الشدي المنصوري. المركز الثاني بنتابع بقيادة عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري، والمركز الثالث عندك يا مالك، هناك صواب عبد الله بن
أو هناك مركزنا الثالث. إذا بنتابع محمد بن عبد الله بن عيف العامري عن طريق غناء هناك العزوم، والمركز الرابع تحمل الرقم 7 تهاني لمحمد بن سعيد بن مرير الكتبي، والمركز الخامس ولا السادس، إذا المركز الخامس تحمل الرقم 2 غازية عيسى بن الدهيمي بن غفان الخيلي، المركز السادس تحمل رقم 13 سلام عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. نعود بالتوقيت الزمني 4 دقائق 37 ثانية، تهانينا وناموس للجميع.